جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. طاتي انت في وطن ديمقراطي، غنية اثرت جدل كبير. بعد شوية ناخذوا تعليق من عند ضيفنا على الغنية هذه. اليوم كما قلت ضيفنا المرشح رقم 26 في القائمة الى السباق الى كارتاج وكرسي كارتاج، اكيد نستقبله بحذنا في البلاتو في جوهرة اف ام. لاول مرة يظهر لي في بلاتو اعلامي من داخل تونس بعد غياب كبير، محمد الهاشمي بن يوسف الحامدي. مرحبا سي محمد. شكرا على الدعوة، تحياتي لك لكل من يسمع إذاعة جوهرة أفا. شكرا لوفائك بالوعد وبركة. أولا والوعد اللي خذيناه في المباشر دير من بريطانيا، مرحبا بيك. في تقليد البرنامج عندنا ميثاق شرف، قدمت لك منه نسخة قريتها وبش نسمعك النسخة. تمضي على هذا الميثاق نواصل الحوار، ما تمضيش بمعنى أنك تنسحب من الحوار. نسمع. تكريسا لمبادئ الديمقراطية وضمان حرية التعبير وعملا بمقتضيات أخلاقيات العمل الصحفي واحترام المستمع، أتعهد أولا احترام ذكاء المواطن والناخب التونسي وتجنب استعمال اللغة الخشبية أو مغالطته من خلال بث خطاب شعبوي يهدف إلى استمالته. ثانيا احترام الكرامة البشرية والحياة الخاصة والحرمة الجسدية للأشخاص وشرفهم وعدم المساس بالنظام العام والدفاع الوطني. ثالثا الامتناع عن أي خطاب أو تدخل يتضمن دعوة للكراهية العرقية أو للعنف أو للتمييز على أساس الجنس أو النعرات الجهوية أو الآراء السياسية أو الدينية. توافق بدل نوصفه يعني. للناس على الاقل فما ناس قاعدين يتفرجوا علينا في الويب كام داير على www.jwrfm.net اللي يسمعوا فينا نقول لهم راهو جبد ستيلو من جيبه محمد الهاشمي الحامدي كمان وامضى على هذا الميثاق. دونك النجم نبداو على بركه الله الحوار. كرسي الرئاسه، كرسي الرئاسه، محلية كرسي الرئاسة، ولكن أيضا مش سهل الوصول إلى كرسي الرئاسة. إصرار الهاشمي الحامدي للوصول إلى كرسي الرئاسة، علاش؟ لدي رسالة في الحياة تعلمت في تونس وفي لندن، ومن تجاربي في الحياة أدركت أن تقدم الأمم يكون بالعدل وبالمساواة بين المواطنين، وبأن تعيش في مجتمع لا تحتاج فيه إلى واسطة ومعرفة ورشوة وكتف باش يوصل لك تقضي حوائجك. شفتها في بريطانيا، قرأت في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في 27 سنة اللي عشتها في لندن رأيت تطبيق معاني هذا الحديث النبوي الشريف، ورأيت في بلدان العرب عامة ومنها تونس الفوضى والانهيار الاقتصادي والبطالة والفقر والتهميش. فكل ما تعلمته في لندن في هذه الفترة السابقة من عمري أريد أن أخدم به بلدي، لأنني منذ كنت صغيرا في السن كنت أريد أن أخدم بلدي في الجامعة في المعهد الثانوي ومن خلال عملي في الصحافة أو في الأكاديمية أو في الكتابة. لذلك أريد أن أساهم في خدمة بلدي بمجموعة من الأفكار التي أرى أنها فيها الفائدة، وعنوانها الأول العدل، ولخصتها في حملة الانتخابات الرئاسية بأمن حرية عدالة اجتماعية. هذا ما أريد أن أضيفه إلى السجال الانتخابي، وإذا فزت بحول الله تعالى فهذا ما سأدافع عنه من قصر قرطاج. بعد شوية نرجع لك إذا كان فزت وإذا كان وليت رئيس الجمهورية التونسية. محمد الهاشمي الحامدي، شنو ما قراراتك اللي باش تتخذها؟ لكن قبل خلنا نرجع شوية للماضي. كنت عندك مواقف مثيرة جدا للجدل من النظام السابق وخاصة من رئيس الجمهورية السابق اللي أطاح به الشعب زين العابدين بن علي. نحب نسمعك شويه مقتطفات من اللي قلته في القناه نتاعك. داير على ذكر القناه خلينا نخرج شويه، لعبت فدت من السياسه سي الهاشمي. شكون ينشط اليوم في المستقله وانت بحذنا؟ جنرال الشعر يقول: مستقل ايه وربي مغرم بالمستقله، فهي الواحه التي معناها ظللت او غطت العالم بالادب والعلم والنور. لو تعلم أن الشيخ علي الأمين من علماء لبنان الكبار نظم قصيدة في قناة المستقلة، لو تعلم أن روبر منار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود
قال في المستقلة ما لم يقل أحد في أي فضائية أخرى، لا في الجزيرة لا في العربية لا في أي قناة. قال إنها القناة التي أحدثت الفرق وقلبت ميزان القوى بين الشعب والنظام في تونس. فأنت تتكلم عن واحدة من أهم القنوات العربية، وفيها الدكتور نبيل الجنابي وهو يسميه العراقيون أبو العراقيين. عندنا الفاز أنا غيرت نحب لهشم الحمدي يعمل لنا قصيدة شعر على جوهر اف ام. يعني نحكي لك لا تستطيع أن تقنع شاعرا بأن ينظم قصيدة في إذاعة أو في فضائية إلا إذا كان أحس بأن فيها ما يستحق. فلذلك عندما تقول أن الشيخ علي الأمين أحد كبار علماء شيعة لبنان ينظم فيها قصيدة، والدكتور عباس الجنابي وآخرون، إحنا القناة الأولى اللي عملنا أول مسابقة للشعر العربي الفصيح تكريما للغة القرآن الكريم، وإحنا اللي عملنا نداء المحبة بين مصر والجزائر لما ولعت بينهم بسبب ماتش كورة، مصريين يحبونا، كنا في ميدان التحرير، ميدان التحرير الناس بي بي سي جايبة المستقلة وهي والناس يشاهدونها في ميدان التحرير. فيعني مفروض أن كل تونسي يسمعني في سوسة خاصة في جوهرة أو غيرها يفخر أن شاب تونسي فقير من عائلة فقيرة نفي من بلاده واستطاع بإمكانيات بسيطة ومتواضعة أن ينشئ قناة فضائية تنافس كبريات القنوات العربية. والله وأنا صادق أن مدير قناة الجزيرة نفسه الأول اللي أسسها اتصل بي في بعض الأوقات ليطلب مني تأمين مداخلة هادفية لأحد المتصلين في برنامج الحوار الصريح بعد التراويح الذي يعتبر أيضا واحد من أهم البرامج الثقافية والدينية طيب. في العالم العربي. فأطمئن على المستقلة. واضح. نرجع للسياسة ونسمع تصريحاتك اللي قلتها على قناة المستقلة. أجريت اتصالا هاتفيا بسيادة الرئيس عبد المنعم علي رئيس الجمهورية التونسي، وطرحت عليه بعض الأسئلة المتصلة بالأوضاع في تونس، وحصلت منه على هذه التصريحات الخاصة التي أدلى بها لقناة المستقلة. وكلمت الرئيس بن علي، ما نخبيش عليك، نحب نقول لك خبر يعني راهو لليوم، انا اليوم الصباح كلمته، امس كلمته قلت له يا فخامه الرئيس الله يرضى عليك الله يوفقك، نحن هذه مرحله حاسمه جدا، وانت الان لان الرئيس كان انا كان تقدير اقول لك الصراحه رمز الشرعيه وهو رمز العقد هذا بتاع البلاد عشان الامن البلاد ما تنفرطش، قلت له اعلن عن العفو التشريعي العام واعطي توجيهات صارمه، قول اعطي توجيهات صارمه لوزير الداخليه انه ما حدش يضرب رصاص. قال لي راهو في ناس يتم الاعتداء عليهم باش الناس يفكوا لهم سلاحهم. قلت له ولو ضحى رجال الأمن ولو ضحوا من أجل تونس بأرواحهم أحسن من أنهم يضربوا الشعب التونسي والمظاهرين التوانسة حتى لو كانوا بالليل وحتى لو كانوا متلثمين. في خطاب أمس قال لن يعطي توجيهات وزير الداخلية أنه ما يضربش الكرتوش الحي. مع التصريحات هذه أيضا في التاريخ حسب معلوماتي على الأقل عام 98 جيت لتونس واتصلت بن علي في محاولة منك للبحث عن مصالحة بينه وبين الإخوان أو حركة النهضة. لا أول شيء نحب أن نشرك على اختيار هذه الفقرات لأن إن شاء الله تبين لكل من يسمعني من الناخبين التونسيين تبين لها من هو محمد هاشم الحامدي. حضرتك والناس اللي قاعدين هنا في الإنتاج يسمع من هذه الكلمات كلام مواطن تونسي غيور على بلده على شعبه. الرئيس بن علي كان اليوم 14 جانفي رئيس الجمهورية، ومن خلال ما اخترت تعلم أنني من لندن كنت حريص على دماء التونسيين، طلبت منه أن يوقف إطلاق النار على المتظاهرين، وطلبت منه أن يعلن العفو التشريعي العام. أظن أن هذا يعني وسام لي كونه التوانسة يعرف أنه في تلك الفترة لم أكن أطلب شيئا لنفسي ولا لشيء حزبي، وإنما كنت أريد أن تتوقف قوات الأمن عن إطلاق النار على المتظاهرين، وقلت له وإن اقتضى الأمر أن يضحوا قوات الأمن بأرواحهم ولا يطلقوا النار على الناس. يعني أنا عندي بعض منافسين في المقابل يبقى بن علي رئيس. أنا أكلم فيه وهو رئيس جمهورية. لم يكن أحد يتوقع يوم صباح 14 جانفي أنه سيغادر. أنا أتكلم على أساس أنه في انتفاضة في البلد، وأنا أطالب بوقف إطلاق النار على الشعب التونسي، وأطالب بالعفو التشريعي العام. أنا أسأل التونسيين اللي يسمعوا فيه اليوم والناخبين أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار، من وقتها من التونسيين طلب بالعفو التشريعي العام وطلب وقف إطلاق النار على المتظاهرين؟ أنا عندي بعض منافسيني في هذه الانتخابات من كان في تلك الفترة يبرر إطلاق الرصاص على المتظاهرين. وين يوجد من بين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية حتى تعرف لأنك تقارن بدون أسماء هناك من كان في مذكرات رسمية يبرر إطلاق النار على المتظاهرين. أما ضيفك محمد هاشم الحامدي اللي من جدد نحيي كل مستمعيك، فكما ترى بشهادتك أنت كنت أطالب الرئيس السابق بوقف إطلاق النار على المتظاهرين والعفو التشريعي العام اللي كان يعني المصالحة مع المعارضة السياسية كلها.
فهذا يعني شيء أشكرك عليه وفرحان به. يعني التوانسة إذا ينتخبوني رئيس جمهورية يعرفوا من هو محمد الهاشمي الحمدي حتى من هاتين به. من هذه المقتطفات طيب. وحدها كما قلت التوانسة باش ينتخبوك رئيس للجمهورية أكيد من حقهم يعرفوا شكون محمد الهاشمي الحمدي. هل هو محمد الهاشمي الحمدي الشاعر، ولا محمد الهاشمي الحمدي الفنان، ولا محمد الهاشمي الحمدي الدكتور؟ والدكتور فاش شقاري محمد الهاشمي الحمدي داير؟ نحب نسمعك المقطع هذا. انا يا صما نجدي لا اله الا الله والفرح واتى كل من عادنا جانا وهنانا الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد فرحة فرحة والعمر جديد شكون محمد الهاشمي الحامدي؟ نغم اللحن هذا اللي عملته الألا يا صبا نجدي الدكتور عباس الجنابي اللي هو ملحن نفسه قال لي على الرست، على مقام الرست من أجمل الألحان. محمد الهاشمي الحامدي شاب تونسي، سياسي تونسي، ولد مواطن تونسي، ولد في سيدي بوزيد. على ذكر شاب نجم تقول على عمرك مثلا؟ 50 سنة عمري. 50 ولدت في 28 مارس 64، قريت في الحوامد في الابتدائي والثانوي في المعهد المختلط في سيدي بوزيد، ثم مشيت لكلية الأداب في العاصمة في منوبة. دخلت الحبس بعد الشر عليك على السمعين أول مرة في 8 جان في 1983، كنت في السنة الثانية في الدراسة الجامعية بسبب نشاطي الطلابي وقتها ضمن الاتجاه الإسلامي. شاركت في ثورة 84 يسموها ثورة الخبز، واعتقلت فيها وأطلق سراحي. التحقت بالصحافة التونسية، جريت الرأي في 83، جريت المغرب في 84، ثم في نفس العام التحقت بجريت الصباح، كنت محرر لصفحة الجامعة فيها لغاية 85. اضطريت نغادر البلاد في عام 86، أقامت منذ 87 وأنا مقيم في بريطانيا. كملت الماجستير في دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، كلية دراسات الشرقية والأفريقية، وفي نفس القسم عملت أطروحة الدكتوراه عن الإسلام السياسي politicization of Islam. وأسست اشتغلت في الشرق الأوسط، جريدة الشرق الأوسط، ثم مجلة العالم. أسست جريدة المستقلة في 1 جان في 93، بعدين غيرت إلى قناة فضائية في 99، عملت قناة الديمقراطية في 2005 ولا 2006، وأعمل بالإعلام، ومتزوج من زبيدة جمادي جزائرية، وعندي منها سامي ويوسف وزينب ونورة، ربي يحفظ عيالي وعيالي في 89. نعم. وأعمل في الإعلام. أنت جيت عرست وعاود تخرجت. عرست وعاود تخرجت وأنا خارج في المطار وقفوني 45 دقيقة وخذوا باسبوري. يعني علاش هذا الكل؟ عقدتني. شنو مشاكلك اللي كانت موجودة؟ كان محكوم علي بعشرين سنة في. شنو تهمتك؟ كانت تهمتنا التخطيط الإطاحة بنظام الحكم. كنت مع الشيخ راشد الغنوشي والشيخ عبد الفتاح مورو. وأنت صحيح وقتها كنت تتخمم باش تطيح الحكم مع الجماعة؟ أنا كنت معناها خرجت من البلاد ديجا قبلها بسنة وشوي، فما كنتش يعني عندي أي صيل، إنما هما ماخذيني على أساس نشاطي الطلابي السابق. ثم فحاولت فرجعت بعد ما جاء بن علي باش اعترضت على الحكم. كان كلمني سيل هادي البكوش أي. وقتها كلمني بن علي نفسه وقتها، أنا كنت في الشرق الأوسط بالهاتف، وقال لي تو نحل المشكلة هذه نتاع الاتجاه الإسلامي، أنا ناوي نحلها. ثم كلمني سيل البكوش وقال لي تقدروا تجوا وتسووا وضعيتكم. فعدت إلى البلاد وعاد معي الشيخ فتح مورو بعد أن سافرت أنا أول مرة، وقفنا أمام القاضي فحكم علي من 20 سنة، خفف الحكم إلى 5 سنوات. فهذه كلها كانت أثار النشاط السياسي سابقا في حركة النهضة. وفي 89 توقفت في المطار، ثم سمح لي بالمغادرة، فلم أعد إلى تونس إلا في 98 لما قابلت بن علي في مسعى للصلح بينه وبين معارضيه، وخاصة منهم حركة النهضة. بعد شوية نعرف لماذا انشق الهاشمي الحامدي عن حركة النهضة، بعد الفاصل أيضا باش نمشي ونمشي للأهم، علاش الهاشمي الحامدي غدوة الشعب ينجم ينتخبه رئيس.
من بين ال 27 مترشح الى سباق كرسي الرئاسة احنا سميناهم الخطاب على باب قصر قرطاج. الهاشمي الحامدي، الهاشمي الحامدي لماذا انشق عن حركة النهضة باختصار؟ خلينا نمشيو كان فيه يعني خلافات وقتها ومشاكل كثرت، يعني كان فيها مواقف سياسية وقتها، الموقف من النظام وقتها التصعيد واللي هو الموقف من حرب الخليج، وبعدين أصبحت فيه الكيمياء الشخصية بيني وبين مجموعة من القياديين، كنا مجموعة من القياديين الذين هجرنا، أصبحت كيمياء صعبة. فوجدت أنني بدل أن أقضي حياتي كلها هنا في هذه الصعوبات والمشاكل، استقلت باحترام يعني بأدب. انشقيت أو طلب منك الانشقاق؟ لا لا لا، أنا قدمت استقالة نشرت في جريدة الشرق الأوسط وقتها وفي القدس العربي، استقالة مهذبة يعني على الشيخ رجل النوشي، تحية طيبة، السلام عليكم الله، أتقدم باستقالتي وأدعو الله عز وجل أن ييسر الأمور وتعود الحركة إلى الحرية والناس كل تعيش في سلام ووئام وسلام. هذا ما كان فيه يعني شيء. ثم بدأت يعني حياتي كناشط معنى إعلامي وسياسي مستقل إلى أن أسست تيار عائلة الشعبية وتيار المحبة. طيب، جاءت انتخابات 23 أكتوبر اللي حققت فيها نتيجة كانت غير متوقعة، مثيرة للجدل، هوجمت كثيرا من العديد من الأطراف من بينها حركة النهضة التي تقريبا لم تعترف، خلينا نقول أو تجاهلتكم، ما كلمتكم، مش ما حطتش يدها معكم، وقت اللي انتم القوة الثانية وقتها في النتائج على الأقل، صفق عندما أتيحت قائمة العريضة الشعبية من طرف مجموعة من الإعلاميين وأيضا مجموعة من الحاضرين. علاش الكرة هذا الكبير للعريضة الشعبية وقتها وللهاشمي الحمدي بالذات؟ وضحكوا عليك برشا لأنك كنت تعد بوعود، قالوا هذه الوعود مستحيل تصير، اللي يمشي يعملها خبزة بالمية وقنطرة درمي ملوي والعلاج المجاني اللي أنت مصر عليه اليوم. خبزة بالمية أنا ما قلتهاش نهائيا، ويجب أن يعلم المستمعون الكرام أنه إذا قلت فهي تقال في سياق معنى التشويه السياسي الذي لا يجوز أخلاقيا ولا الغلطة. أنا قلتها، أنا أعيش في، أنا متخرج من واحدة من أرقى جامعات لندن حتى تصنيف العالمي، وقابل زعماء العالم، ودير قناة فضائية يتصل بها الناس، أي توسي يفتح المستقلة البارح يفتح يشوف الناس يتصل من كل مكان في العالم. كيف أقول هذا الكلام؟ إنما أنا قلت أنه كما في بريطانيا الغنية كما في كوبا الفقيرة، يجب أن المرأة اللي تشتغل قريب من جوها هنا وتبيع في شوية خبز وشوية يعني أمور باش تحصل رزقها وما عندهاش دفتر معالجة، يجب أن تتكفل الدولة بها. ثم ناس ما يحبوش الشيء هذا، أنا كنت في القصرين أمس وشفت الناس لا تغطية صحية، لا تغطية اجتماعية، لا مورد رزق، بطالة، فقر مدقع، طرقات مكسرة. أنا عشت في بريطانيا ورأيت أن البلدان تتقدم بالعدل، عدل لما يشمش الفقراء لا قيمة له، دول لا تهتم بفقراءها لن تتقدم. فلذلك أنا دفعت هذه الأفكار، سأظل أدافع عنها، بما أنني مترشح لرئاسة الجمهورية فأنا أفضل أن لا يعني أغوص كثيرا في تفسير أسباب تلك العداوة غير المبررة في 2011. أنا أعود إلى بلدي رافعا لواء المحبة، وأفضل أن أسامح أسامح الجميع أن يظلمني ولا يتقدمني، لأنني أريد إن شاء الله إذا أصبحت رئيس للجمهورية أن أكون في وضعية تسمح لي بسهولة بطمأنة جميع التونسيين الذين سيصوتون لي والذين لن يصوتوا لي. أريد أن أكون عامل وحدة بينهم جميعا، وأن يحس كل تونسي أنه مطمئن أن الذي في قصر قرطاج يمثله. ولذلك شعاري هنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه في كتاب الله عز وجل في مدح المتقين، فسألتزم بها وأنظر إلى المستقبل. واضح. وقت اللي قلت تقدم روحك فما حاجة مهمة برشا ديما يحبوا يسألوها الناس اللي هي ممتلكاتك، مش باش تجاوبني على السؤال هذا توا، باش نخليوها لآخر، خاصة وأنت تذكرني كان تحب تقول على ممتلكاتك للناس وخاصة الناس. أنت ديما تحكي على زوالي وأنت زوالي وأنت زوالي، لكن ما شاء الله عندك قناة وعندك جريدة، من أين لك هذا؟ السؤال المطروح اليوم اللي الشعب يحب يعرفه قبل ما تولي رئيس. تمام، كان هو رئيس نجم تحكم بالدستور، قلت عليه الكلام هذا؟ بوليتيكا هذا الدستور انا
حياتك. تصريح للدولة، التصريح الأول هذا الدستور وصفته باللقيط، هذا اللي نجمنا نخليه. قلت كلام أصعب حتى من هكا، ممكن في بعض الجهات يقبلوا. طبعا لكن لو فتحت الدستور الآن هذا اللي إن شاء الله يخلي اللي يسمعوا فيه تو في سوسة كل في الساحل يصوتوا لي بالانتخابات الرئاسية وفي الوسط، لأنني بسبب كلامي هذا ولا فخر بس بسبب موقفي هذا غير الدستور في أمري. رفضوا، شوف الغرائب الدنيا، تخيل شعور هذه المدير وهذه الدستور وكل من صار 17 ديسمبر ان الجماعة عديت بالدستور نقولوا له فلك اذكروا 17 ديسمبر ويصوتوا الرغم شي حشش ام بالليل ذبل كذا تو انت في جوهر وتمشي مشي على الدستور قاعد بالقهوه مثلا يقولوا لك انت في جوهر فهم نقول لا حاشك بتدرك منه. هل مجلس التنفيذي لم يقل لهم له طائر اصلا الا في 17 ديسمبر؟ فأنا فخور بذلك الموقف ولست نادما عليه، وطبعا تحت ضغطي هذا وموقفي وأنا الوحيد الذي فعلت هذا باش تعرف أنني مهما كان يعني عندما أقف في الحق عندي جرأة. ولذلك كلام ربيع بن علي ما كانش من فراغ. بن علي كتب علي في لابريس، كتب علي لون بلوي دونجو دون موند، الرجل الأخطر في العالم، خليته يرجع للدباجة ويدخل 17 بس حطها كده 17 14. والحاجة الثانية يا ودي حاجة حقوق الاجتماعية في العالم محمد بن عزيزي ما صارش باش انتم المعارضين السياسيين كلهم في البرلمان صار لجنة الحقوق والكرامة وانهاء التهميش. فلذلك وكذلك الدفاع عن المقدسات كان الفصل السادس وقتها قلنا طيب يا سيدي لما واحد يجي يسب النبي صلى الله عليه وسلم او القرآن الكريم او يقول القرآن الكريم يدعو للتكفير ذاته اعملوا ضمان انه الدستور يحمي مقدسات الشعب التونسي كتاب الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل لا تقولون قعدنا الناس ضد معها وانسحبنا اصلا من النقاشات الى ان اجبرناهم بانسحاب العادات وتلك التصريحات حتى غيروا الدستور ووضعوا فيه ضمانات قويه لحمايه المقدسات. اذا هذه غدوه كرئيس تحكم بهذا الدستور او فيه تنقيحات واستفتاءات كل واحد يسمعني في سوسه في الوسط أنه يؤيدني في فكرة أساسية. أنا أسعى لأن يكون لأن يتم تطوير الدستور ليكون الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع. إن الخير والتقدم والعزة هي في الاستناد إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا سأسعى إلى جمع وحشد التأييد الشعبي ليصبح الإسلام المصدر الأساسي للتشريع. وأريد لكل من يوافقني في هذا الرأي أن يصوت لي في الانتخابات حتى نتمكن من توفير مناخ يسمح بالاستفتاء حول هذا الأمر لاستفتاء الشعبي. الأمر الثاني موضوع الإقامة. أنا لو كان الأمر لي لنقلت العاصمة كلها إلى القيروان. أنا أرى أن أفضل عاصمة لتونس هي القيروان. هذه هي هذا الاسم هو الذي يعبر عن الجينات الحقيقية للهوية التونسية اللي فيها هويات مختلفة حسب التاريخ، إنما عنوانها الأول هويتها العربية الإسلامية. لو كان الأمر لنقلت العاصمة من تونس إلى القيروان ولأصبح نشاط الحكومة الرسمة كله وخففنا الأنقاض على تونس العاصمة، لأن القيروان هي عنوان تونس والمغرب الإسلامي كله. كأنك تحب ترجع في التاريخ إلى العصر القديم، إلى عصر الخلافة. لا لا لا، تعاود ترجع للإشكاليات اللي طرحت قبل في ثلاث سنين والناس تداز مسلمين ولا مش مسلمين، علمانيين لايكيين، الدولة هذه شنية وهويتنا وغيرها. تعرفنا عليها في الأخر خرجها الدستور بدم كبير مع تهزوز شهداء في اغتيال سياسي تعرف أنت مليح. وأيضا شاركنا في الدستور، شاركنا في البحث عشان طورناها زي ما أعطيتك الأمثلة. إنما أنا كمواطن تونسي شخصيا رأي شخصي أريد أن تكون قرار هي العاصمة. وتخيل انت لما الناس يقولوا وصل الى مطار كنفيضه ومش عارفين، وجرت المباحثات بين الرئيس التونسي والرئيس الامريكي ولا الفرنساوي في القيروان. القيروان دي عنوان لتونس كلها، عنوان للمغرب الاسلامي، عنوان لحضارتنا العربيه الاسلاميه التي هي منصوص عليها في الدستور. فالقصد انه لو كان الامريكي ليس كان في القيروان اصلا. اما نحب نكون قريب من الفقراء لان برنامج كله دفاع عن الفقراء. اريد حقهم في الكرامه، في الطاقه الصحيه، في شنو يضمن ان الهجمي الحمدي غدوك يقعد على الكرسي ما يتبدلش، والكلام هذا يكون مجرد بيع اوهام حتى ينتخبوه الناس. اذا هو الحمدي جيعان وطاح في تشيشه كما يقولوا الجزائريين، معناها جيعان وطاح في حاجه الكرسي دوخ.
ممكن. أما على كل تواضع بدون يعني غرور. أجل حاجة حاجة عليها الحمد لله شبعان. ثانياً لما نحيت ما لحيت شهرة أنا في القناة المستقلة أخاطب أمتي كلها من موريتانيا إلى عمان. أنت لا تصحح تخاطب الأمة كلها ولا تخاطب موريتانيا فقط ولا تونس فقط. يمكن مادامك باللغة العربية عندك العالم كله واسع أمامك. فلا أريد لا شهرة ولا مال من منصب الرئاسة. لذلك كان فعلا بالنسبة لي هو تحدي حضاري. أريد حلمي أن تصبح تونس في العلم مثل كوريا الجنوبية. نعمل حاجة زي سامسونج لوحدها معاملاتها في السنة قد ميزانية تونس 10 مرات. ونحن التعليم قاعد عليها والزطة قاعد تتفشى في مدارسنا. ومثلا حتى حدوى قفشين قضى أولادنا ينقض بناتنا. أنت أولادك بشكل في المدرسة التونسية في الوقت الحالي هناك فرصة كبيرة بشكل يتعاطف في الزطة. أنا نحب نطول التعليم وحلمي أن يعود حكمه إلى المنهج العماليه يعني العدل خدمة الشعب خدمة الفقراء. وحلمي كذلك أنه في هذا العصر الذي يتهم فيه الإسلام بتهم شتى وسمعة المسلمين تستخدم بكثير من الأعمال الشيطانية الشريرة للإرهابيين أريد أن أدافع عن سمعة ديني سمعة الإسلام. أريد أن يكون رئيس جمهورية يقف الأمم المتحدة وكل العالم من فضلكم واجهوا الإسلاموفوبيا. أريد أن أكون كرئيس جمهورية قادر أن أثبت موقف ضد مذابح المسلمين في أفريقيا الوسطى وفي بورما وفي المضايقات المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي المسجد الأقصى. أريد أن يكون رئيس جمهورية مثقف قادر يدافع عن الإسلام ويشرح للعالم أيضا في هذا الوقت اللي أصبحت لم يكن اسمك محمد لما كنت اسمك علي عبد القادر وبكر خالد أصبحت مشكلة حتى في مطارات العالم. متخافش أنه يصفوك بالمتاجرة أو خرجت الصيفة ده يقولوا تجار الدين اليوم. أنا أعيش حياتي قبل أن يسقط من علي وفي قناتي 24 ساعة أنا مهتم بالأمر الإسلامي ولما كنت صغير دخلت حبس في هذا الأمر فلا أتجاهل. لماذا أتجاهل؟ من صلاة كبيرة في إيديولوجيا وفي المذاهب وبين السنة والشيعة عشان يتكلموك حاولوا يحتجوا عليك وعلى مواقفك اللي تحب تقول اللي هي المواقف الحقيقية. ربنا عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحن إذا طبقنا في تونس العدالة الاجتماعية وقلنا هذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي فيه ما يحب لنفسه. إذا عملنا العدل بحيث أن ولد عمرو بن العاص اللي سابق واحد قبطي في مصر ولما غلب القبطي اعتدى عليه يؤتى به إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه فيضربه ويقول للقبطي اضرب من الأكرمين هذا. متى استعبدتم الناس وقبل بلدتهم أمهاتهم أحرار؟ تخيل أنت تونس تخيل أنت في العالم عندك مصر تقليد بها من غير تحتاج معرفة من غير تحتاج رشوة من غير تحتاج واسطة. كما أنك إعلامي كصحفي في المستقل استقبل مكالمات عادية اللي يمدح واللي يذم فمتعود على الاحتكاك بالمواطنين وعندي برنامج واضح الأمن لتونس وتوفير الإمكانيات اللازمة للجيش وقوى الأمن الداخلي لحماية أمن الوطن الحرية حتى لا تسرق منا ثانية ونعود للحكم الجبري والاستبداد والعدالة الاجتماعية. أنا رئيس الجمهورية بالسلطة اللي عنده في الدستور هذا سلطة تقديم المبادرة التشريعية يقدم المبادرات التشريعية تعطي حق في التنمية لكل جهات الجمهورية وتضمن حقوق الفقراء والمستضعفين في تونس. الأغنية تقول كلام جميل وما أقدرش أقول حاجة عنه ولكن الأصعب كيف ستنفذ هذا؟ بعد شوية باش نجاوب على السؤال هذا خلينا نخرج شوية مرة أخرى من السياسة. أنت قلت لي المرة اللي فاتت في التليفون وقت أخذتك من بريطانيا قلت لي حسيتك تقلق شوية باش نزيد نقلدك شوية باش نخرج شوية من السياسة ونسمعك جوك. هي تسمعني عامل لي ما كيفك حد صعب عمري ما تتشل جاي جاي وروحي تقول وقلبنا سينو نزيد نسمعك
انا تقول انت تعرف علاش زمان كنت انا كليبيست يعني كنت في تونس نحب النادي الافريقي ونطلب من انصار النادي الافريقي يصوتوا لعاشق النادي الافريقي محمد هاشم الحمد لله بالكم يا كليبيست فنلعب منيح مازال نقدر نعمل مراوغات نتكلم نتاع العربي والترقيه عندي شويه في اللمسات الفنيه والله كيف بدي نجيب الكرة تا وجربناها لا نسمع من هنا ياسمين وفل ياسمين وفل فزتي على الكل قد ذكرايا في المحفل فزتي على الكل قد ذكرايا في المحفل فزتي على الكل قد ذكرايا في المحفل يا سلمى ترشحي للانتخابات الرئاسية. تعرف أنه في أول مرة من واحد في الانتخابات الرئاسية من سيدي بوزيد أصلاً يكون موجود في السباق الانتخابي. واحد تونسي منفي من بلده من مدة طويلة. فأنا على كل حال اللي نوعدك به مش الغناء. الغناء هذا لأنك أنت ما تحبش يجيك واحد غادي في قصر قرطاج نفسه مظلمة. ما تأثرش فيه نغمة حلوة، ما يأثرش فيه بيت شعر حلو. هذا اللي تخاف منه لأنه ممكن يقصو، ممكن يطغى. أما رئيس جمهورية تؤثر فيه نغمة حلوة وبيت شعر جميل، هذا إن شاء الله تطمئن إليه. أو امرأة جميلة زادة. أنا الامرأة الجميلة أثرت فيها وخلاص أثرتني وانتهى الأمر يعني. ما عادش تجي غيرها. ما عادش تجي غيرها. زبيدة قمادي هذه الامرأة الجزائرية هي حبي ورفيقة دربي. الله الله. وسلم عليها وأحييها من لن يتوقع أنها تسمع هذا البرنامج. لا أكيد هي تسمع وتتابع. فقرة أخرى في البرنامج اسمها من سيربح الرئاسة. تشبه برشا لمن سيربح المليون. ما نجموش نعطيك مليون وما نجموش نعطيك الرئاسة. أما نسألوك في الثقافة العامة لأنه شفنا كوارث قاعدة تتقال مالورزمون من بعض المسؤولين في تونس على الأقل في الفترة اللي تعديت. يا رب يستر إن شاء الله. زميلنا صديقنا عبد السلام العيفي ينجم يلعب معك لعبة من سيربح الرئاسة. مرحبا بك. مرحبا بالناس اللي تسمع في بوليتيكا الكل. أول حاجة باش نطلبها منك أنك تحط الكاسك باش تسمعني مليح، باش تسمع جوك الكل معناتها اللي في الكاسك. هاوك الفوليوم بحذاك تنجم تنجم تزيد وتنقص كيما تحب. أول حاجة نحب نقولها لك، وأنت قبيلة كنت تحكي أنت وزهير على الموسيقى وعلى الغناء وعلى يأثر فيك، نحب ندي لك الغناء هذه. يكون لعبك حريف قوي خاطر اللي لعبوا معنا في من سيربح رئاسة حتى التوى وصلوا ديما الأربعة على خمسة. ذكرك بقواعد وقانون اللعبة، خمسة أسئلة ما عندهم حتى علاقة بالسياسة. أنت مرشح لرئاسة تونس، باش نلعبوا مع بعضنا في اختبار ثقافتك العامة، توافق ولا؟ والله أنا على كل حال مانيش مستعد برشا، لكن هات تفضل نسمع أسئلتك. مرحبا. إذا كان صحيح باش تسمع حاجة كما هذه، وإذا كان غلط باش تسمع العكس متاع هذه. نبدأ مع بعضنا من سيربح رئاسة. محمد الهاشمي يوسف الحامدي المرشح لرئاسة عدد 26.
من سيربح الرئاسة؟ من سيربح الرئاسة؟ وأنا مزهار برشا نلعب مع المرشحين للرئاسة الكل. مش نبدأ من الأول مع الخمسة دقائق اللي نهار كامل نكون سمباتيك ندوم نكون صعيب برشا، ما تستنيش مني باش نعاونك. بما أنك رجل أسكايب أو بالأحرى السياسي الأكثر استعمالا للوسائل الوسائل الوسائط الاستعمال والاتصال التكنولوجي، سكايب في أي عام وأي سنة تم استعمال سكايب لأول مرة في العالم؟ I do not know. لا أعرف بالعربي، ما فهمش باللغة. لا أعرف. لا تعرف. عندك حق الاستعانة بصديق من الموجودين ولا الاستعانة بمقدم البرنامج؟ مقدم البرنامج تعرف؟ 2003. أوكي. عام 2003 تم استعمال سكايب لأول مرة في العالم. ديفلوبر متاعه وتعرف شكون ولا؟ لا. مايكروسوفت. الإجابة صحيحة. السؤال الثاني في الموسيقى، وانت تحكي على الفن، نتصور سؤال هذي يهمك برشا وجاوك شوية في الآلات الموسيقية. البندير هو آلة إيقاعية أم آلة وترية؟ إيقاعية. آلة إيقاعية، أعطيك صحة إجابة صحيحة. ما كان قلت لي وترية نجم يكون زاد صحيح، على خطر موسيقيا هو آلة إيقاعية، سياسيا البندير هو آلة وترية تضرب على الوتر الحساس. السؤال الثالث، من سيربح رئاسة؟ محمد الهاشم يوسف الحمدي، مرشح عدد 26. سؤال فلسفي، جوك في الفلسفة؟ جوك في الفلسفة لباس الحمد لله. سؤال فلسفي، ما هو الكوجيتو ديكارتي؟ سؤال سهل ماهل، حتى اللي ما يقراوش فلسفة يعرفوا المعلومة. أنا أفكر فأنا موجود. الإجابة صحيحة، هي أطروحة فلسفية تبنى على أساس مقولة ديكارت أنا أفكر إذا أنا موجود مثقف فلسفيا. نراجع مع بعضنا شوية فلسفة. الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت وصل الحقيقة هذه عندما شك في كل شيء معناتها موجود في المحيط متاعه. قال أنه يشك دونك هو يفكر، والتفكير والشك هو موجود بالضرورة أساسا في تفكير الإنسان. السؤال الرابع، سؤال عنده شوية علاقة بالأكتواليتي في البلاد. الدستور الجديد قداش فيه من فصل؟ دستور تونس والله ناقشنا الفصول بس ما نعرفش عليه قداش من فصل. لا والله انتم كنتم قطعين جلسة المصادقة على الفصل تيار المحبة نهار 26 جانفي في 2014. كم عدد فصول الدستور التونسي الجديد زهير مغير من غشورة؟ هديت له دستور رئيسنا المرشح للرئاسة يغش 149. هو عندي حق في طلب مساعدة، إجابة غلطة، مش 149، 146 فصل وتوطئة. الإجابة غلطة. لا أنا اعترفت لك من البداية على كل حال، قلت لك رأيي معنا. أنتم ديجا كنتم قطعين نحن الجلسة، جلسة المسابقة. لا الجلسة الختامية أحضرنا، ما نحن كنا انسحبنا من مناقشة الدستور. صحيح. السؤال الخامس والأخير، وأنت من جهة سيدي بوزيد نسلموا برشا عليه يسمعوا فينا من سيدي بوزيد. سؤال رياضي، ما تكور انت كور مليح. ما هو الاسم الكامل لفريق كرة القدم في سيدي بوزيد؟ كان تغلط فيها تغشوا عليك برشا. لا انا نعرف اولمبيك سيدي بوزيد، ما يعني سيدي بوزيد انا مانيش عايش فيها تو من 28 سنه، من اللي خرجت كان اسمه اولمبيك سيدي بوزيد. بالفرنسي شنو يولي؟ انا هذا اللي نعرف اولمبيك سيدي بوزيد بالفرنسي. ما نعرفش اولمبيك سيدي بوزيد هو اسمه غير هذا فرنسي. اعطيني اسم الفرنسي. كيفاش انا والله ما فيليش بيه نعرف اولمبيك سيدي انجليزي سيدي بوزيد كلاب ميبي كلوب اولمبيك سيدي بوزيد مثلا اولمبيك كلاب دو سيدي بوزيد دونك لو ليتوال اولمبيك دو سيدي بوزيد اون فرونسي اولمبيك كلاب سيدي بوزيد بالانجليزي. الاجابه صحيحه، يعطيك الصحه وتوصل معنا في من سيربح رئاسه. المعدل 4-5، من سيربح رئاسه مع محمد الهاشمي يوسف الحمدي مرشح عدد 26. ثقافتك العامه باهية كيما الاخرين متعادلين حتى التوا 4-5، كانت هذه من سيربح رئاسه. من سيربح الرئاسة؟ تعرف عندي أي عندي فكرة، نخاف يتم البرنامج قبل ما نقولها، خايف برشا. ما زالونا 3 دقائق. أوكي. أنا أيوة ريت تتعدى الوقت. شفت كيفاش؟ خايف برشا أن يتم أن تشترى رئاسة الجمهورية في تونس، وأنا ندور في سيدي بوزيد وفي القصرين وجاليهم على سوسة، نسمع في الناس ويقولوا لي أنه في المواقع الانترنت التواصل الاجتماعي موجودة أن الناس يدفعوا في الفلوس باش يشروا أصوات. نحب نقول للشعب التونسي، رد بالك من القيل والقال برشا. إيه نحب نقول للشعب التونسي، إذا جاكم واحد يحب يشري أصواتكم كسكروتو 10,000 فرنك ولا 30,000 فرنك ولا بحاجة، راه ليس جديرا بأن يحكم تونس. رأي تونس ينبغي أن لا تباع لأحد، راه لا يجوز شرعا في الإسلام، هذا يعتبر غش، وطنية هذا يعتبر خيانة لكل من جاهد من أجل أن تتحرر تونس من الاستعمار ومن الاستبداد. فيجب أن لا يسمح لأي حتى لو كان تونس جعانة، حتى لو الإنسان في عنده ثلاثة أيام ما لقاش ما يأكل،
ما تاخذش فلوس باش تبيع تونس، لان اللي يدفع لك فلوس يدفع فيها من جيبه هو، متصدق عليك يدفع فلوس باش يشري الحكم، اما باش بعدين يخلص رجال الاعمال اللي دعموه، والا باش يكون شركاته ما تدفعش الضرائب، والا اذا كان عنده ارتباطات اجنبيه باش يخلص الناس اللي دعموه. فيتوانس الله يرحم والديكم، مش مهم تنتخبوا لهاشم الحامدي او غيره. لا تسمحوا لاحد، لا تسمحوا لغني ان يشتري تونس بالمال، الله يخليكم، لان هذا حتكون اهانه للوطن واهانه للشعب واهانه لاجيالنا في المستقبل. في الاطار فما شكون من السياسيين قالهم خذوا الفلوس وما تصوتولوش. انا يعني ما نعرفش اذا حلال ولا حرام، ما نحبش نعلق، انما نقول اللي يعمل الشيء هذا اللي يقدم فلوس يرتكب خطيئه من الناحيه الشرعيه، حرام عليه، واللي يقبل منه حرام عليه، لان هذا مستقبل بلادنا. طيب وشكون يقول لك ان الراجل لحظه، شكون يقول لك ان الراجل يدفع فلوس مش ماخذ الفلوس هذه من دوله اجنبيه باش يشري قرار تونس؟ او انه اذا كان لحظه، اذا كان يدفع ياخذ الحكم غدوه شركاته كلها يعفيها من الضرائب باش ما تدفع حتى فرنك للخزينة الدولة، هذاك علاش يحب يولي رئيس جمهورية؟ وين نعرف أنا؟ خلوا رئيس جمهورية يجيب بالفكرة الحرة وبالاختيار الشعبي من دون تأثير المال. به غدوة نجم تكون القائد الأعلى للقوة المسلحة، مالوريزمون الوقت يجري ومازالوا برشا أسئلة. عديت الجيش؟ لا أنا ما عديتش، لأني كنت الغالب يعني هجرت منفي في. عندك تكوين في المسألة العسكرية والأمنية؟ والله أنا يعني كما نقول للشعب التونسي، كما الرئيس أوباما اليوم هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في أمريكا، كما ديفيد كاميرون في بريطانيا اللي هو معناها أيضا صغير في العمر وهو المسؤول عن الجيش البريطاني، أنا نطمن التوانسة أني كما من قناة المستقلة بإمكانيات صغيرة عملت منها قناة تنافس في العالم، إنني أرجو أن أجعل من تونس نموذجا إن شاء الله للحرية والعدل ولجاذبية الإسلام. وفي الوقت، لكن رغم هذا وعدنا الناس باش نجاوبوهم، من أين لك هذا؟ أنا نشتغل صحيح. وش عندك أملاك؟ نجم تقول مش عندك أملاك اللي يعني تكسب أراضي، أنا تكسب ديار، تكسب كراهب، يقولوا كراهبتك مضخمة مثلا في عندي بريطانيا. عندي كرهبة مرسيدس شريها من 10 سنين. أي أنا نشتغل في الإعلام، وعندي مؤسسة إعلامية اللي هي مؤسسة المستقلة. هي منين عملتها؟ عملتها، أسست القناة، أسست الجريدة، وعندي إعلانات تجيني من دبي، من المملكة العربية السعودية، وتبث على القناة. وإنما هي مش قناة غنية كما الناس، كما أنتم في تونس تقولوا عليها. فأنا أعوض عن نقص إمكانياتها بالفكرة اللي فيها، بالآراء التي تطرح فيها، بالحرية الواسعة. لما جاءت لوموند الحقيقة لبس عليك لا لبس علي الحمد لله، يعني وضعي لبس، إنما موش يعني تقول أنت والله إمبراطور مالي كما يقول شماعة لما فزت المرة اللي فاتت. لما جاءت لوموند كتبت علينا مقال ذكرتنا في الصفحة الأولى، قالت لكومبا بيغديو دو بن علي وقتها في وجه المستقلة. المراسل قال كيف لهذه القناة التي فيها طاولة واحدة وثلاثة كراسي أن تزلزل نظام بن علي في تونس؟ فهي قوة الحق، قوة الكلمة الحرة. أنا أقول للشعب التونسي كما قلت وكالة المال الفرنسية وقتها، مبنى صغير من الطوب الأحمر يزلزل النظام في تونس، إن شاء الله بإمكانياتنا المتواضعة، نحن معناش بترول وغاز، بس بوجود رئيس الجمهورية اللي هو محمد هاشم الحامدي في قصر قرطاج، عندي أفكار كثيرة ممكن نخلي بها تونس إن شاء الله مركز إشعاع عالمي إن شاء الله. تعليقك في صافيسة على نتائج الانتخابات التشريعية وبعد الفوز الكبير المفاجأ في 2011، هزيمة مفاجأة أيضا في 2014. نقول لكل من يسمعني خاصة من أحبائي، أنه طبعا الناس يقولوا لي أنك ما روحتش، أما نحب نقول لهم انظروا مثلا الأخ أحمد نجيب الشابي، لسي مصطفى بن جعفر، اللي هم أعرق منا وأقدم ونتائجهم أسوأ. ولذلك اللي حصل هذا لا يعتد به. توهني رجعت لتونس وأنا موجود هنا في الحملة الانتخابية، أنا أطلب المحللين يستنوا شوية لحد ما يشوفوا نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أتوقع إن شاء الله رغم صعوبة المنافسة ورغم أن سلباجي قائد سبسي هو المرشح الأوفر حظا فيها، غير أنني أتوقع أن تنتهي باختيار محمد الهاشمي بن يوسف بن علي الحامدي رئيسا للجمهورية التونسية بالاختيار الشعبي الحر في أول انتخابات تعددية حرة في تونس، كان جاءت بفضل الله ثم بفضل ثورة 17 ديسمبر. كان وليت رئيس، كيفاش حكومتك باش تشكلها وشكون باش تتكلفوا برئاسة الحكومة وقت اللي الكلهم رافضينك؟ لا 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 والاتحاد الوطني اطلاقا 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 ما فيش رفض. انا علاقتي غدوة ان شاء الله تبدلت علاقاتكم؟ تبدلت تماما، غدوة عندي لقاء مع الشيخ راشد الغنوشي بحول الله، نعطيك سبق نعم، وبعدها باش نتقابل مع الاخ عماد الدين في اطار شنو ولا في اطار السلام، يعني مروح انا من تونس البحث عن دعم حركة النهضة لا مش نقابل الشيخ راشد الغنوشي، مش نقابل الاخ عماد الدايمي ان شاء الله، مش نقابل سي حمل الهمامي. انا هنا جاي رافع لواء المحبه، واذا فزت ساكلف السيد الباجي قائد السبسي كرئيس الحزب الاول باش نعطيه هو التكليف الاول باش يعمل الحكومه، وباش نتعاون معها ان شاء الله على خدمه تونس، لان هذا الحزب الاغلبي هذا قرار الشعب احترمه، وانا ساحمي امن البلاد
وسأحمي الحرية، لن أصادق على أي قانون يسرق حرية الشعب التونسي بعد أن نالها بدمائه. والحاجة الثالثة بالمبادرات التشريعية سأطلب من حكومة سيد باجي قايد السبسي بأن تعطي حقوق كل الجهات في التنمية العادلة وحقوق الفقراء في سوسة، في المستير، في المادية، في الشمال الغربي، في الوسط، في الجنوب. ثلاثة مرشحين جاءوا قبلك لهنا في البرنامج هذا في نقطة إعادة العلاقات مع سوريا وقطحها، كلهم كانوا مع موقف إعادة العلاقات مع سوريا حتى ولو ظل بشار الأسد رئيس الجمهورية السورية. أنت ترجع العلاقات ولا لكن تشد رئيس؟ أنا سأبعث رسالة للرئيس بشار الأسد، سأقترح عليه أن يسمح بانتخابات وتشكيل مجلس وطني تأسيسي في سوريا، يعمل دستور جديد للبلاد ويوحد الأمة السورية، لأن العلاقات، لأن البلاد ما يمكنش نحن بلاد عملنا ثورة واليوم انتخابات بسبب الحرية اللي ربي ما كنا منها نقبل، وكذلك أن الشعب السوري يحكم ببراميل النار. يجب أن يكون عندنا التزام أخلاقي، إن الله يأمر بالعدل، وعندك نصرة المستضعفين والمظلومين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي ديننا. فأنا اقترح عليك أنه نبعث وفد للرئيس بشار، نقول له بقدر نظر على العلاقات خذ التجربة التونسية، ادعو إلى انتخابات حرة. طيب والعلاقات ستظل مقطوعة؟ يجب ولا يجب، أنا رأيي أن الرئيس السوري يجب أن يقدم خطوات يبين فيها أنه يحترم الشعب السوري وحقوقه، لأنه نعمل ثورة في تونس باش نجيبوا الحرية وبعدين نقبلوا أن حاكم عربي يضرب شعبه ببراميل النار ويدمر المدن بتاعه. أنا عارف أنه فيه داعش والعياذ بالله، وفيه معناها جماعات إرهابية متطرفة شيعية وسنية، والعالم كله تدخل. أنا مش تعرف تاخذ فكرة أنت والشعب التونسي اللي يسمعونا، عندما كان الشعب التونسي كلهم أيد للثورة أمام سرعة وفي الوقت للثورة الليبية وتدخل الناتو. بسبب تدخل الناتو أنا عرضت ما يجري في ليبيا وقتها، لأنني لا أريد تدخل أجنبي في أي بلد عربي. أنا أريد من الحكام العرب أن يحترموا حريات شعوبهم. طيب لاتيسيو ايش عملت معها؟ عملت معها قضية لاتيسيو والإشكال مثل ما حتى قضية على الإطلاق، على الإطلاق كنت افك في الانترنت في الفيسبوك. علاش ما جيتش قبل لتونس؟ ما جيتش قبل لانك تحكيت لا ما جيتش قبل لانه الناس كانت فرحانه باسقاط قائمتي، لان الوسط السياسي هي فلسطين هذه ورات الناس اللي كانوا فرحانين باسقاط قائمتي الايام خلاتهم يتراجعوا. ما عاد فما حتى قضيه، ما عندي حد لم تقوم. انا عايش في بريطانيا، ليه تقوم علي قضيه؟ نهائيا ما عندي حتى قضيه، ولم يكن بوسعي ان اترشح لرئاسه الجمهوريه لو عندي اي قضيه. اسمع، نعمل عمايلك انت تاع المستقله توا. أيوة. توعدنا اول ظهور اعلامي ايضا لو كان وليت رئيس. أيوة. يكون من الاستوديو هذا جوهر اف ام. كل مره تعمل هذا، هذه المره الثانيه تعمل فيها. طيب شرفني باش نجي نحضر هنا ان شاء الله عندكم في الاذاعه وفي سوسه، ويكون اول حديث اذاعي لجوهر اف ام ان شاء الله. شكرا لك محمد الهاشمي بن يوسف الحامدي المرشح رقم 26. نتقابلوا بعد شوية في بوليتيكا. اعتذاراتنا من قسم الأخبار، اعتذاراتي لي أنا رئيس تحدي لأنه فما التأخير بالنسبة للموجز 6 دقائق. إن شاء الله سمحني سعلي بعد شوية. جوهر FM.